السلام عليكم فاميليا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبرتوني خرجت واحد الباسيو الشميشه، الاجواء ديال الصيف دابا. المهم بغيت نعمل لكم واحد الموضوع، كنت عند تهاود فيه البارح، ولكن عاود ظروف العمل ما كتسمحش يا اخوتي. الناس اللي كتتبع عارفه في الصباح خدامين وفي العشيه خدامين، ودابا حاليا باقي لي ساعه ونص نمشي للخدمه. وفي طالع جبرتوني طالع في واحد الجبل انا والعجران ها هما، والبويبلو خلينا تحت. المهم كما شفتوا البارح اغلبيه جرائد اسبانيا، البايس، لافانغوارديياس، المهم جميع الصحف هضرات على التسويه. واخا الدراري اللي كانوا صيفطوهم من السنترو، يعني خرجوا من السنترو بالكواغد ديالهم، يعني هذا اللي كيكون عنده 18 عام ما كيبقاش قاصر، كيولي ماجور. واخا هادوك اللي عندهم 18 عام حتى 21 عام كانوا عندهم الوراق بويض، يعني الوراق سين اوتوريزاسيون دي ترافاخو، يعني بدون رخصه عمل. هاد الناس هادو مال الاخوان شنو وقع لهم؟ مشاو يخدموا في كامبو، مشاو يخدموا في لاكوسيتشا، مشاو يخدموا في الحقول، يعني في الفواكه في الخضر تيمبورادات. ملي مشاو خدموا طبق القانون 7 ابريل، كنظن 7 ابريل طبق القانون انهم غيعطيوهم الوراق عامين. يعني هذا اللي مشى يخدم مشاو لكواغط ديال العام اللي كانوا عنده الوراق كتسمى تيمبورال بدون رخصه عمل، دابا عندهم الوراق عامين، يعني غيعطيوهم اوتوريزاسيون دي ترافاخو تيمبورال، يعني حتى هما دو سانيوس ولكن خصو يخدم بهم، وقابله للتجديد، يعني قابله للتجديد، يعني يقدر يرينوفارو مثلا، يعني اللي غادي يتسالى له ديك العامين غتولي عنده عامين اخرى عاوتاني تيمبورال، كانك عندك الرايغو سوسيال. ثم كتعرفوا اسبانيا كتديك الوراق الاولى كتديك دعام، من بعد كتديك دعامين، عاوتاني كتديك دعامين، عاد كتديك اقامه دائمه 5 سنين. اذا هما كانت عندهم بطاقه الاقامه بدون رخصه عمل لمده سنه، عطاوهم فرصه يخدموا، مشاو خدموا على راسهم، دابا خادوا الجزاء ديالهم، يعني عطاو لهم الكواغط دعامين. نجيو نهضروا على صحاب خليها تخمش، شحال من واحد عمل حمله تخليها تخمش؟ هضرنا معكم قلنا لكم الدراري شنو خدموا على راسكم، دبوا على راسكم، الا كتشي تسويه راه غيعطيوها لك بلا ما تبقى تحمق راسك تعمل ديك المظاهرات وكذا وكذا. شحال من واحد قلنا له التسويه الا كانت كاينه والله غيعملوها بلا حمله بلا حتى حاجه، راهم الا كانوا محتاجين فيك غيعطيوك الوراق. راه اللي كتقول هاد الكلمه كيكذبوك، كيكذبوك، كيقول لك انت ما حملناش، انت ما باغيناش تعملوا الوراق. وعباد الله القناه كامله ديالكم كقناه كامله عامره مواضيع الهجره، ماشي انا كنت لكم غير شي تجربه، ماشي مستشار او استشاره قانونيه ولا محامي ولا بحال اللي كيوهموكم شي واحد. قلنا لكم شي خدموا على راسكم، جات التيمبورادا مشي خدم على راسك، بروبيتي يعني استغل الفرصه دب على راسك، مادام كاين الوباء وعدا والناس كتخاف، وانت ما حتى واحد ما اوبليجي عليك ما تمشيش تخدم. دابا صحاب التسويه عاقلين نهار اللي شدت الحدود اسبانيا مع المغرب، شدوا الحدود نهار ياش نهار 13 مارس كاع الدراري بداو كيهضروا لكم على التسويه التسويه التسويه، طلعوا قنوات غير التسويه. واخا من بعد خرج وزير الهجره وزير الضمان الاجتماعي قال لك حنا غنعطيو الكواغط للناس، نلقى ما قالش القاصرين، قال الدراري اللي خارجين من السنترو من 18 و21، والناس اللي كيخدموا الناس اللي كيتشدوا المساعده والناس اللي في الصوماج، هادو هما عندهم الاولويه يمشيو يخدموا، والعاطلين واذا احتاجنا اصحاب اللجوء غنخدمهم حتى هما. ما ذكروش المهاجر الغير قانوني الغير منظم، باش تكونوا متفاهمين هذا هو الواقع. ما يخرجش شي واحد يقول انت ما كتحارب، المهم ولا قلتي الواقع ما يحملك حتى شي واحد، اصاحبي خصك تكذب على الناس عباد الله. المهم خرجت قضيه خليها تخماش، ولا كلشي كيصور الفيديوز خليها تخماش خليها كذا، والاشاعات يوهموا بنادم باش يغطيو المواضيع ديال التسويه. يعني حنا ما نجحناش في التسويه، ما بغاوش هاد الاسبانيون يعطيونا الكواغط، اش كاين؟ اجي نعدلوا الحاجه، الحامله تخليها تخماش. واخا في الاخر فين وصلت؟ قولوا لي فين وصلت ديك خليها تخماش؟ هادوك الدراري اللي سمحوا في الخدمه ديالهم شنو استفدوا؟ هادوك اللي كانوا كيعملوا لكم فيديوهات يقول لكم خليها تخماش، وسير عنده دابا يخدمك ولا مشي عنده يخلصك، راه ضرب عليك الفيديو والمشاهده وطلع القناه على الظهر ديالك، وانت مشي مشي موراه بحال شي عابد، بحال غير
هي كتصنط. المهم ما عندكش الاسماء، كل واحد كيعطي اللي عنده. خليها تخمات، قولوا لي فيه وصلت شنو النتائج ديالها. بغيت النتائج ديالها. وقيلا النتائج ديالها، وقيلا الطاليان عملوا كواغط، ايطاليا سمعت اسبانيا خلوها تخمات، اجي نعطيو الوراق. ها اسبانيا، قولوا لي ايطاليا شنو عملت، ايطاليا شنو عملت، حلت الوراق، هي عطات الناس في الدومين ديال الفلاحه. هاي في الكامبو دابا الناس الفلاحه، الناس الصيد البحري واللي كيخدموا في الديار ديال مربيات البيت، هيدايا انترنا، هاي عطاتهم الوراق. البرتغال عطات الوراق. خاص شنو قال ديك النهار وزير الصحه، لا يا ربي، وزير الضمان الاجتماعي، وزير الهجره تقريبا، قال لك البرتغال عطات الوراق الناس اللي ما كانوش عندهم الاستفاده في التغطيه الصحيه. حنا عندنا التغطيه الصحيه اكينو هاي. قال لهم في الاجتماع، قال لهم البرتغال عطاو الوراق حيتاش ما عندهم النقص، هاد الناس عندهم النقص في الرعايه الصحيه، ولكن حنايا المهاجر غير قانوني عنده الحق في التسويق، عنده الحق في الرعايه الصحيه. البرتغال واخا دازت هذه. ايطاليا عطات الوراق على حسب عندها النقص في اليد العامله في لاكوسيتشا، يعني في الحصاد، يعني في الحصاد ديال الموسمي ديال الخضره والفواكه، يعني عندهم النقص في اليد العامله. شنو قال الوزير ديال الهجره هنايا، اكي تيني موسخينتي ديسبونيبلي، يعني فهموني شنو كنقول لك. قال لك هنا عندنا الناس ديسبونيبلي، يعني عندهم الناس ما تحرفلهمش، يعني عندهم الناس في الاستعجالات. كون كانوا باغيين يعملوا الوراق كانوا عطاوكم الوراق صح. المهم يعني ما قالش حنايا حتى حنا مزيرين في حق ايطاليا نحلو بينك. قال لك حنا خصنا نحترموا، حنا خصنا نحترموا القوانين اللي عندنا مطبقه في الاتحاد الاوروبي. حنا في 2008 مطبقين واحد القانون في الاتحاد الاوروبي، حتى شي دوله في الاتحاد الاوروبي انها تفتح الكواغط الا في الحاله الاستثنائيه، الا في الضروره، الا في الطوارئ. يعني ايطاليا حلت على اساس انها عندها مشكل الوباء زائد عندها الحصاد، ما كاينش الناس خدامه، حلت لهم. بينما اسبانيا ما حلاتش. علاش ما حلاتش؟ قالت لكم باللي تينيموس خينتي ديسبونيبلي من الاخر، جاكم من الاخر يعني، وكلشي قال هاد الهضره هادي. وفين وصل الكلام ديك الناس خليها تخمش؟ دابا التسويه عاود، دابا خليها تخمش غطينا. اش كاين غادي نعملوا التسويه؟ هاد التسويه فين وصلت دابا؟ اش كاين؟ قال لك اجي نعدلوا واحد الجروب نجمعوا فيه دوثيان توسميل فيرماش، يعني 200,000 فيرما ديال مهاجرين غير منظمين، باش نطلبوا الطالب باش يعطيونا التسويه. وهذا الجروب اللي عدلوه في تيليجرام هدف ديالو هو بارطاج، يعني انا ادمن عامل واحد الحمله، عامل واحد الجروب، اذا خصني نبارطاجي الفيديوهات ديالي. وعندي واحد الطبقه ديالي صحابي تا هما عاملوا قافله ديالي، تا هما غيبارطاجيو معايا الفيديوهات ديالهم، وايضا طلعوا القنوات وعطيهم بنادم الدق، عطيهم بنادم الصحاصح والخبز قاصح. اخوتي اقسم بالله انا مع التسويه، قسما بالله ربي اللي فوق مني ما كانش يحلوا الوراق، لا حلوا الوراق كلشي غي، يعني الدراري كلشي غيولي بنادم غيتروج غيخدم، بنادم غيهود لبلادو، غيولي بنادم كامل منظم. ما غتبقاش هاد القضيه هيدايا انا حراق ولا انا غير منظم، غتحسن الوضعيه. والله ما كراني يحلوا الوراق، ولكن كاين شي ناس كيعيشوكم الاوهام. راه الواحد دارو 3 سنين و 4 سنين الله يحسن عاونوه هنايا، راه كيتجبر كيسمع التسويه راه كيبان تيحلم، غادي نشد الوراق انا ونشوف نشوف ولادي. واحد كيقول غادي نشد الوراق انا ونعاود نشوف الوالدين ديالي. راه حنايا دوزنا في هاد المراحل هادي، والناس الله يكون في عوننا. ما يجي شي واحد يوهمني شي حوايج اللي ما كايناش. التسويه ما صدقاتش غنعمل له الخماج، ما كاينش الخماج غنعملوا له عاود التسويه، عاود غنعملوا الحمله. حتى شوف انا ما نكذبش عليكم، كنشوف بعيني وكنسكت، ما كنسميش حيتاش الناس اللي واعيه راه كتفهم شنو كاين، والناس اللي متبعه وما شاف الهويه الله يجيب لها التيسير. المهم انتم شفتوا الدراري اللي كانوا عندهم 18 خرجوا من السينترو، هما كيخدموا عقلهم، صيفطوا لك بنادم عنده الوراق بدون رخصه، عطاوه فرصه انه يشبر الوراق بدون رخصه في حال مشى خدم في الكامبو. ها هو مشى خدم في الكامبو، ها هو دابا شبر له يقدر شبر له حيد ديك الوراق ديال المشاكل، الوراق بويض اللي ما فيهم شي ما فيهم حتى نفع، يعني تقدر تسرى بهم تهود بهم للمغرب وتطلع ما تقدر تخدم بهم والو. دابا
عطاوهم فرصه مشاو خدموا او ما يعطيهم دو سانيوس وقابل للتجديد عاود دو سانيوس الثانيه تيمبورال. يعني ملي كيعطيوك الوراق د عامين يعني اوتوريزاسيون دي ترافاغ خويا، يعني ما خدمتيش في الفلاحه تقدر تخدم في اي حاجه، المهم كتكون عندك اوبورتونيتي ديال العمل. عاود ثاني كتولي عاود قانوني، عاد كتدفع عامين الثانيه اذا حتى كتصبر الاقامه الدائمه 5 سنين. ها هو انت فصلتي الدراري اللي كانت خدامه على راسها وقال لك حمله تخليها تخمج، شنو استفدتو؟ قولوا لي شنو استفدتو؟ يعني مشي عند داك مول الفيديو قول له يخلصك في النهار ديالك. لا خلصك انا المهم ما كنلوم حتى شي واحد، ولكن حنا مع الدراري اللي كتبغي تطلب التسويه، ولكن التسويه راه بالعقل، التسويه ماشي بالضد ولا انتوما حلت ايطاليا. سمعتوا شي واحد سمعتوا الطلاين عملوا الحمله تخليها تخمج؟ دابا ما عرفتش انايا الناس كتمشي في موجه واحده اولا الموجه اللي كتجي كنظن اللي كديهم الناس كيسمعوا. دابا هاد الجروب اللي عاملين 200 ميل فيرماج 200000 فيرما، هذاك دخلت له انا دخلت له بواحد النمره اخرى على حسب انا عارف راسي، لا دخلت بالنمره ديالي غطلع شي واحدين وغيعملوا لي بلوكيار، يعني غيبلوكيوني كيما بلوكا سفيان اخ ديالي تحيه ليه في هاد من هاد الفيديو هذا سفيان المرزوقي. يعني حتى انا دخلت بواحد النمره شفت الناس اللي تما شكون هما وشفت الهدف داكشي كامل وشفت بارطاج وشفت بنادم اللي كيعطي توجيهات شكون هو وخرجت فحالي من داك الجروب عادي بحال ما كاين والو. يعني مادام عملت هذا الفيديو حتى شفتني كاين الفيديو التليجرام اللي معدل على اساس بارطاج، يعني دخلوا 100000 ديال الناس مرحبا نبارطاجي الفيديو ديالي غيتشاف، لا شافوا غير 10000 ديال الناس راه طالع طلعت النار ديالي. باش نكونوا متفقين هذا هو الواقع، تيقه وما تيقش. انا ماشي مع الدراري اللي كيقولوا لي انت ما حاملناش نعملوا الوراق، لما كنتش حاملكم انا نعمل الوراق، علاش نعملكم مواضيع ديال على شهاده السكنه على الريغ وعلى على التجمعات، ما خاينه تدخلوا تجيبوا جميع المواضيع. انجي هنا يقول لي واحد وانت عاود ما حاملناش ما باغيناش انت قلبك حال. المهم انا قلت اللي عليا، ما عمري قلت لكم بارطاجيو لي الفيديوز وما عمري قلت لكم ديروا لي اللايك ولا قلت لكم خليوا لي التعليق. كان عملتوا شي حاجه كيبقى حريه شخصيه، كل واحد حر في راسه صافي. كل واحد انتقدتيني ما غاديش نجاوبك، كان عندك الحق غنجاوبك عن غنقول لك عندك الحق. كون كنتي يعني منتقد في اي فيديو على اساس انك واحد طائفه اخرى الله يجيب التيسير لاي واحد ما على باليش بك. المهم اخوتي هذا هو النهايه ديال الفيديو، كنتمنى تفهموا الميساج ديالي، تهلاو في راسكم. وايدا نحطكم هذا الفيديو ما كاين لا انترو لا لايك لا ديزلايك لا، ايدا ننزل لكم فيديو كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وغنخليكم بهاد اللقطات اللي غنخلي لكم دابا حيت ما خديتش نعمل لكم مونتاج عمق ندخل كين ماستر ندخل نلصق الفيديوز، غنخلي لكم الفيديو كما هو. انا قلت لكم بويبلو اللي ساكن فيها غير الطبيعه الحمد لله، عايشين في الغابه في البويبلو، المعيشه رخيصه اللي كره رخيص، الخدمه اللي عنده شي خدمه مخبع فيها وحمد الله وشكرينه. يوتيوب فوق في جيك، يوتيوب ما عنديش فيه الارباح انايا، عندنا شي حاجه قليله الا كتخلص بها الويفي كتخلص بها المسائل. حق هادو ملي عندنا الدرع التماره في 5 العشيه ترابخوا، هذا ميساج نوصلين هادو اللي كيعمل لكم 15 فيديو في 3 ايام. ها البويبلو ديالنا اخوتي ها هو كيبان شي مزيان، هاد الدراري فين هما الفوقي. المهم غنكمل لكم الفيديو هيدا نساريكم في الغابه هنايا، هاد الدراري طلعوا حتى القمه. شنو تما ليه؟ الديب والديب كيف الميريا صح، هذاك هو الديب ديال بصح. ها انتم كتشوفوا بينوس ها هما بينوس، تان شي نهار نعمل لكم شي فلوق. دابا هذا جا موضوع ما خصنيش نخلط الفلوق مع الموضوع. المهم هذا الموضوع اللي هضرتكم فيه اخوتي، ما بغيتش شي واحد يقول لي انني ماشي مع الدرع التسويه. ان شاء الله نهار 20 في هذا الشهر ديال خونيو شهر 6 غتكون واحد الحملة واحد المظاهرة ديال الناس ديال التسوية في بيلباو. دابا هاد الناس هادوما اللي عاملين هاد الحملة التليجرام الله يهديهم والله يوجههم الطريق الخير،
هادشي اللي غنقول له. المشاهده و بارطاج و راه داك تحقيق الدخل راه ما جبتيش بدراعك، يعني جبتيه بكلام منطقي وشي حاجه حقيقيه، راه كدير الحرام يا اخي، اقسم بالله لك الدوله حرام. انا ما حسد حتى شي واحد، الله يعاون اي واحد، الله يجيب تيسين اي واحد، ولكن الناس ما توهموهمش شي حوايج ما كاينينش. الا كانت سيرينا شي تسويه غتكون باذن الله، يعني بلاد المحتاجه في المهاجر غادي تصاوب له الوراق. الحمد لله كاين القانون ديال 3 سنين حاليا. المهم من بعد هادشي كامل نشوفوا شنو غيعملوا الدوله، وما هادشي كامل من الاخر كل واحد حر في القناه ديالو يعمل اللي بغى. السلام عليكم، تهلاو في راسكم.